السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو بسيط ممكن كلنا نعمله في البيت بخامات متوفرة. أي برطمان عندك هنستخدم مية هندوب فيها ألوان، يا إما غذائية، ألوان مائية، ألوان أكليريك، ألوان دهانات، أي نقط كده من الألوان في المية، ونعمل 3 ألوان 4 ألوان حسب ما إحنا عايزين. وهنستخدم القطن الطبي العادي، وهنستخدم لو عندنا اللي هو الجليتر اي اشكال، وفي بيبقى منه نجوم وكده، بس دول اللي لقيتهم متوفرين حاليا عندي. سهل جدا، هنجيب اي برطمان هنحط فيه قطعة كده من القطن، ونشوف انهي لون نحب ان احنا نبدأ بيه. بحيث ان القطن يتشرب اللون اللي بنستخدمه، طالما بيشربه انت تضيفي، لقيتي ان المية زايدة تقومي حاطة قطن، مفيش اي مشكلة. بعد كل طبقة نحط جليتر، نحط تاني قطن، ونحط اللون الأحمر، ونرش برضو جليتر، الجليتر طبعا ده حاجات اسعارها بتبقى في متناول الايد خالص. وبعدين في منه، يعني حتى الجليتر نفسه في منه ناعم وفي خشن، وفي اشكال نازلة زي نجوم، لعب، حاجات كده صغيرة برضو من الجليتر، فبتبقى شكلها حلو. نحط طبقة تانية من القطن، طالما ان هو بيتشبع كده يفضل، نفضل نجيف في القطن. نضيف اللون الأصفر ونحط جليتر، اظن ما فيش اسهل من كده. انتوا بقى لو تلاحظوا وانتوا بتعملوا كده، بصوا على الجوانب الجليتر بيبتدي يبان، ولو في زي ما بقول لكم الاشكال الثاني من الجليتر بيبقى شكلها حلو قوي. نحط طبقة تانية من القطن، طالما لسه البرطمان ما اتملاش وبيتشرب المية نفضل نجيف كده. نحط تاني اللون الأزرق، نحط طيب تاني الجليتر كده، شايفين شكل البرطمان بقى حلو ازاي؟ طبعا انت حسب الالوان اللي هتستخدميها، يعني ممكن اي لون عندك، سواء لون غذائي، الوان ميه، الوان اكليريك، دهانات، اي لون بس تغيري بيه الميه وتضيفيه حسب بقى الالوان اللي انت عايزاها. نضيف تاني جليتر، نحط طبقة أخيرة من القطن طالما بيتشرب لسه،
ونقفل البرطمان. شايفين شكله بقى حلو ازاي؟ يبقى احنا كده عملنا ديكور حلو جدا. هنا الغطا انا لفيته بخيوط الخيش، ممكن نضيف برضو كده ايه فيونكة هنا كده على البرطمان. ممكن نزوق بالحاجات اللي هي الجلد اللي نازلة جديدة مع أشغال الكروشيه، ممكن تحطيها كده على البرطمان هنا أو هنا ويبقى كده عملنا عمل فني في دقايق معدودة وحاجة حلوة وتزيني بيها الأوضة عندك. ايه رأيكم بقى كده؟ يا رب يكون عجبكم العمل الفني، وياريت تجربوه كده ايه على طول، هتلاقوه حلو جدا ويعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.